انت عم تحكي عن جد؟ مرتك قالت لي انه ما قالك على الموضوع، بس انا ما قدرت اخبي. كيف صار هيك فيهم؟ حتى بيتهم راح؟ وانتقلوا على بيت صغير كله غرفتين. وليش خبيت عني هالموضوع؟ خالتي انا زوجة ولازم تقلي. يا خالتي هي بتخجل من هذا الموضوع، ما صار لكم زمان متزوجين وعيلتها دغري فلست، يعني معها حق تخجل تقلك هيك شيء؟ فجأة هي وأهلها لقوا حالهم خسروا كل شيء عندهم، ما بتقدر تلومها. بس بدي أفهم كيف صار هيك؟ مسكينة. بدي منك شغلة صغيرة، لا تخبر أبوك باللي صار، ولازم تستوعبها لمرتك على طول. يا ميت أهلا وسهلا، شو رأيك تشربي شاي؟ هلأ قبل الشاي خلينا نخلص شغلنا. حاضر. مو قبل ما استلمون، بس أكيد ما بتقولي لهم. أكيد، يعني رح يضل هاد سر بيناتنا صح؟ طبعا سر، ولو هات المصاري لشوف الغراض بالأول. شوفي أنا طلعت المصاري ليكن وإجا دورك لتعطيني الغراض. افتحي لي ياهن. وليش لا افتحهم؟ شو خسران افتحيهم؟ بدي اتأكد منهم. لكان انت افتحي الظرف. شو عم تكذبي علي؟ وينهم؟ لكن بدك توقعيني؟ عم تضحكي علي مو؟ لكن ما في مصاري. بتعرفي انه نحن بنشبه بعض كتير؟ اذا عملنا مشروع سوا اكيد رح يكون مشروع ناجح. هاي الاغراض هاتي. طيب شو رأيك مع بعض؟ أنا بعد لتلاتة وبعدين بتفلتي. يلا واحد اثنين. والله مانك سهلة أبدا يا بنت. كيف عرفتي إني على الاثنين رح أسحبها من إيدك؟ أنا خريجة جامعة وما بينضحك علي بنوب. شو هاد؟ عم تكذبي علي؟ حاططي لي وراق؟ أنا ما كذبت، بس رجعت اللي سرقتيه. وهلأ فيكي تروحي، مالك عندي شي. لك أنا حماتك يا بنت، لك كيف بتقدري تعملي فيني هيك؟ لكن شو كنتي متوقعة أعمل معك؟ أنا عملت كتير شغلات مشانك من قبل، أعطيتك 10 ملايين بدون ما يعرف ابنك، مع انه ابنك مجروح منك من وقت ما كان صغير، بس لهلا كل ما بيشوفك ما بتسعوا الدنيا من فرحته، وقدر ينسى كل الذكريات السيئه، ومشان هيك انا عم اتحمل كل شيء. وبعد كل هاد بتفوتي على البيت بتسرقي وبتعملي مشاكل بيني وبين سانغنام. انا ما بقى فيني اتحملك. لك انا اللي ما بقى فيني اتحملك. على ما يبدو انا دللتك كثير. سانغنام اسمعني شو بدي اقول لك. هي كانت عم تتهمني. سانغنام خليني احكي. اطلعي لبرا. سانغنام قلت لك اطلعي لبرا. انا عن جد ندمان اني سامحتك وتذكرت انك امي. انا ندمان اني رجعت شفتك. لك انا بدي اخلص منك وانسى انك امي. لك انا بستحي من حالي انك خلفتيني. انا حتى ندمان اني ناديت لك بيوم امي. سانغنام لو سمحتي اطلعي بدون ما تقولي اي شيء لبرا. سانغنام 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 سانغنام. آسفة إنه هيك صار معك، يمكن كان أحسن لو كنا بس أنا وأنتي منعرف بهي القصة.
بس بكرة لما يمرق شوية وقت أكيد سانغ نام رح ينسى القصة ويتذكر إنك أمه، وبس ينسى اللي صار بحكي معك. بس هلأ لازم تبعدي عنه. شو اللي رجعك بهالوقت؟ أنا كنت رح حل الموضوع لحالي. أنا آسف. أنا مالي عرفان شو بدي قلك. خلص سانغنا، أنت هلأ أكيد زعلان، ما كان لازم تعرف بالقصة. بالعكس، من الأول كان لازم أعرف. بعدين ليش ما قلتي لي شو صار مع عائلتك؟ أنتي ليش عم تخبي عني؟ مو نحن واحد؟ خالتك هي اللي خبرتك. كيف بتخبي عني هيك موضوع؟ أكيد صعب عليكي تتحملي كل هالقصة، يمكن ما أقدر وقف معك بمصيبتك، بس أنا عن جد بحبك، بدي كتير لأقلك. زوج مين جونغ والزوجة سوباك، طلاقة تثبت. تفضلي. كيفك خالي؟ يا هلا، شلونك يا بنتي؟ كيف صحتك؟ شايفتك عنا بالحارة. اي والله اجيت لهون عم بعمل زيارة. ان شاء الله بنتي ما عم بتعذبكم. اكيد. ديري بالك عليها، هي اذا بدها شي بتستحي تقول. بعرف. يلا بدك شي؟ بدي تكوني بخير.
مرحبا. نازل تلج؟ ايه وكتير قوي. عن جد؟ مرت عمي، عمي هذا أنا سنتنام وصلت. تعال هون. أنا آسف كثير، ما كان لازم إجي هلا. أنت كنت بالصين مو هيك؟ شو؟ آه إيه. بسببك نحن رح نضل ناكل لحمة كل اليوم. أمي كلي معنا. ما بقدر عض منيح لأن أسناني تعبانين كثير. إمو على أساس كان واعدني سيدال إنه يغير لي أسناني بأسنان ذهب بدال هدول. خلاص أمي أنا بساوي لك يا هون. يي شو هاد؟ شو اللي صار؟ انحرقت اللمبة. وقفوا لا حدا يأكل شي. صحيح ما حدا لازم يأكل شي. بدكن شعل شموع؟ استنوا وطولوا إيه بالكم هلأ شوي تاني بترجع بتشعل. ما تاكلوا ولا لقمة. سمعتوني شو قلت؟ لا تغشونا. طمنوا يا جماعة ما حدا رح يأكل شي. شفتك غشتنا وأكلت بدوننا. يا عيبو أنا ما توقعت إنك ممكن تأكل بدوننا. ما بعرف إمتى فاتت على تمي أنا حطيتها شي. أنا كنت مشغولة بالأكل ما كان عندي وقت أهتم فيك أصلا. لازم تخجل من حالك شلون بتأكل بدون ما نبلش كلنا. شي حلو مرت عمي يوندقال هي الوحيدة اللي بتصرخ على دائما يوندقال بتخليني حس بالخجل. ابني سانك نام شكرا كتير على العشاء اللي جايبه معك. يا رب يا لطيف شو تقيلة يا رب. شو هاد؟ مرت عمي كوني قوية. هو عمل هيك؟ اجا لهون وجايب معه العشاء لناكل سوا وعطاني شوية مصاري. ما تاكلي همنا بنتي المهم تكوني مبسوطة. امي انا بعتذر منك بعرف انه مقصرة معكم. اه شو هالحكي ولو انتي ساعدتي كتير. هلأ لازم ندير بالنا منيح لهيك ما تفكري بالقصة منوب رح تمشي أمورنا. أنا اللي بعتذر منك. لا تحكي هيك أمي دائماً عندي ثقة فيكي لا تقلقي بالمرة. منحكي بعدين. سانك نامي اللي بيلت مثل النسوان وصل. أوه تعبت اضطريت أتأخر بالشغل اليوم لهيك تعبت وأكلت لحمة بالمكتب رح فوت أتحمم. شو؟ أنت حدا كتير حنون لأنه رحت تشوف أهلي وعطيتها لأمي مصاري. مين اللي نشر هالإشاعات هاي؟ جد أنت بتجنن. تتذكري شو قال أبوكي بعرسنا؟ دائما حطوا حالكم محل بعضكم هالمصيبة مو بس عليك لازم تشاركي زوجك فيها. خلاص رح أشارك زوجي فيها. أسفة لأنه صرت قلك إنك جرار. بصراحة الكلمة عجبتني كتير مو شوي. أي بعرف. أي صح. لا تخبر أبوك بشي بخصوص موضوع أمك يعني. أنا وخالتي اتفقنا ما نخبره لأنه أكيد إذا بابا عرف بالقصة هلأ مستحيل يرضى يتصالح معه. حتى أنت ما كان بدي إياك تدري بهالشي. مو معقول قديش قلبك طيب ونظيف تستاهلي جائزة. أنا عند مدخل الجنينة هلأ. استناني شوي ما بتأخر عليك. سكرت بسرعة. أنا آسفة سكرنا بكير اليوم فيكي تجي بكرة. ماني جاية حتى أشتري
انت بتعرفي حدا اسمه تشوي؟ ومين انت؟ ممكن اعرف ليش عم تساليني عن تشوي؟ انا مرته. انت مرته؟ انتوا اتطلقتوا من زمان كتير، شو جنيتي حتى تفكري حالك مرته لهلا؟ شو المطلوب؟ ما عاد لازم تشوفي. هو ما بيهمه رايك بالمره. اذا بدك تشوفي في طريقه واحده ممكن تساعدك. وشو هي؟ انت بتعرفي كيف. اذا حابه انك تشوفي هالشي رح يكلفك كتير. كبي العلكه بالاول، كيف بتتجرئي بتعلكيه قدامي وبتحاكيني هيك؟ شكلك غير ما كنت مفكرتك. شو كنتي مفكره؟ فكرك رح اترك حدا مثلك يتمادى معي؟ لا ما حذرتي، الناس اللي مثلك ما بيخوفوني. ولا على شو انت شايفه حالك بالله؟ رح اقلك على شو شايفه حالي. انا كنت مسؤوله عن كافيه كامله من وقت ما كنت صغيره. مفكرتيني عم بمزح؟ انا كمان كان عندي صالون للشعر طويل وعريض. انت لهلا ما شفتي شو بقدر انا اعمل. انت على بالك تاكلي شيء قتله مني؟ كيف بتحكي معي هيك؟ من كل عقلك عملتي هيك؟ انت شو؟ شو عم تعملي؟ تعي لهون. انا فرجتي شعري. انا فرجتي. انا فرجتي ابنك. يعني انت حتى ما فيك تديري بالك على حالك؟ اذا مرضتي وما بقى فيك تشتغلي انا شو بعمل؟ رح دير بالي. يعني انا غلطت مثلا لما فكرت اني وصفك هون؟ انا غلطت بحقك شيء؟ حتى مالي قلب حاول قلعك من هون. انت لازم من هلا ورايح تشتغلي باحسن ما عندك. اجوا زباين. اهلا وسهلا. ايه انت صوبا؟ شو عم تعملي صوبك؟ شو عم تشتغلي هون انتي؟ انتو اكيد مخربطين. مستحيل خربت، انتي رفيقتي صوبك شبنا. لا غلطانة، انا مو صوبك. شو اللي صاير معك؟ اذا ما كنتي صوبك معناها مين انتي؟ مو قلتي انه كنتي بمس كوريا؟ بقى يلا احكي لنا هلا، شو يلي وصلك لهالحالة؟ قلتلكن غلطانين، بجوز بشبهها صوبك؟ شبكي يلا تحركي خديهم على الطاولة. يلا حاضر، تفضلوا من هون. شو حابين تاكلوا؟ بدنا صحنين شوربة كبار. حاضر، ثواني بس لو سمحت، بدنا صحنين شوربة كبار. يلا. هي شو صاير معها؟ ما بعرف، يمكن فقدت عقلها. بظن وقت اللي فلست جنت المسكينة. والله حالتها بتزعل، بس اطلعي على المكان اللي عم تشتغل فيه، لو كنت مطرحها بجن. صحة وهنا. صوبك فينا نحكي شوي؟ أنا ماني فهمانة ليش هيك عم تعملي فيني. أنا مو صوبك. بس صوبك خلص تركيها، يعني بدها تقنعنا أنه مو هي؟ بتكون خجلانة من حالها. خلص لكان تركيها بهمك، يلا خلينا ناكل. بنت جيبي لي كمان صحن كيميتشي. حاضر. تعملي هيك؟ شو فيها؟ مو هي عاملة حالة ما بتعرفنا؟ يلا يا بنت. ليكني يلا اجيت. تفضلوا، ميت صحة وهنا. طلعتي على وشها؟ كيف قدرانة تكون بهالبرود؟ عن جد ممثلة فظيعة. تركيها
لو صوباك القديمة مستحيل تعاملنا هيك. لا مو بس هيك، كانت دلقة الشوربة علي من قد ما أنا لئيمة. زعلت عليها. ما بيقولوا لك إنه الدنيا دوارة؟ معقول تكون اتطلقت؟ والله بيجوز. خلينا نخلص ونمشي، ماني مرتاحة. ايه طيب ماشي. وين لقيتي؟ قولي لي بنتي. مو المهم وين لقيته، المهم انه التقى ومشي الحال، مو ضروري تعرف ابي. شو هالحكي هاد؟ كثير مهم بالنسبة إلي اني اعرف وين كان. قولي لي وين لقيتي يلا. بابا لما كنت عم رتب غرفتك حطيته بالغسالة بدون ما اقصد. لازم كل شغلة تعمليها تضايقيني فيها؟ كيف بتحطيه بالغسالة وما بتنتبهي له؟ اه؟ شلون بتعملي هيك شيء انتي؟ حاجة تعصبيني بقى. بابا خلصنا لقينا، بظن ما عاد في داعي نكبر الموضوع. شو قلت؟ بابا بوعدك ما ينعاد هالشي مرة تانية. لا بقى تدافع عني قدام أبوك، لو خانقني مو مشكلة، المهم ما يعرف باللي صار. هو هلأ مفكر إنه الغلط غلطي. انتي مبسوطة هالفترة؟ عن جد؟ وكأنك حابة. انتي بنت مشاغبة كتير. عن جد امي، يعني شكلك وكأنه حابة شي حدا. لعد تقري هالكتب هي. انا هالفترة عم بقرا كتاب الحياة الزوجية. كتابه لسانج نامو؟ هو عن التعارف، الزواج نهاية الصداقة، هيك بظن اسمه. وهلأ قربت خلصه. رح تكوني رفيقة منيحة كتير، وكمان زوجة مثالية. ايه اكيد. ميهو شو ممكن تحسي اذا فكرت تتزوج من شي واحد؟ قليلي رأيك بصراحة. انا بفرح اذا بتنبسطي. عن جد؟ طبعا لازم تتزوجي، انتي ما فيكي تعيشي بس مشاني، خصوصي وقت بدنا نتزوج انا ودايباك. يا عمي. انت نايم؟ لسه ما نمت، عم بشتغل. لازم توقف الشغل شوي مشان ترتاح. وين ميهو؟ أميرتي نامت. مين جونغ؟ حلو إني بقدر حاكيك أو حتى أبعت لك رسالة بأي وقت بدي إياه. بتعرفي شو؟ برتاح لما تدقي. إيه لازم هيك. أنا رح حاول إني عوضك،
عن كل شي غلطته بحقك. وكأنه عم نتواعد من جديد. ميهو قالت لي إني حابة. فظيعة هالبنت شو ذكية. طبيعي بتشبهك، مو طالع على حدا غريب. سينجيونغ يلا على النوم، لازم خلص شغلي ونام، ولا تنسي فيقيني بكير. زوج مين جونغ والزوجة سوباك، طلقت سبت، تفضلي. ألو نعم؟ لازم تفيق، يلا باي. سينجيونغ كيف فيكي تنهي المكالمة بسرعة؟ ليش أنت ما فيك تعمل هيك؟ ليش مو أنت اللي تطولي المكالمة أكتر؟ مين جونغ قوم فيه، طلع الصبح ولازم تصحى. مستحيل، أنا هيك متعودة في أي حدا. يلا قوم. رحتي عند الدكتور؟ أخذ دواء ورح أتحسن عليه. سوباك ما فيكي تعملي أكل وأنت هيك مريضة. فهميني، أنت بشو شاطرة تشتغلي ولك حتى رفقات ما عندك؟ بكل شي بتغلطي، فوق كل هذا هلأ أنت مريضة. هذا الشي مو منيح أبدا. أنا آسفة، من هلأ رح يصير شغلي أحسن، وبعدين في شغلات أنا بعملها أحسن من غيري بكتير. لو ماني مرضاني هلأ كنت عملت كل شي صعب. السهل مو قادر عليه. لك كل الناس عم تسألني ليش وظفت عندك هالبنت وهي ما بتعرف تشتغل شي بنوب. أنا مو حابب أسمع ولا كلمة من زباين المطعم. ما عاد يتكرر هالشي. صح هو صغير بس هالمكان بجنن، والأكل طيب وعندهم كتير كمان. أهلا وسهلا، لك زمان ما أجيت. صحيح، كيف أمور شغلك؟ كله تمام، تفضلوا تفضلوا. تفضل. شو بتحبوا تاخدوا؟ شوربة مو؟ إيه. عن جد الأكل طيب هون، جربوا ما بتندم أبدا. إيه، مثل ما بتحب، ما في مشكلة. عالسريع، خدي المقبلات، الزباين مهمينها. حاضر. شو صار؟ شبك؟ ليش وقعتيون؟ مو بقصدي، أنا بعتذر. أنا آسف، لساتها جديدة على الشغل بالمطعم وما تعودت، بعتذر منكم، بعتذر. لا بسيطة مو مشكلة. وهون كمان، بسرعة، لك خلصي يلا. خفية. آسف. آسف. شو ساويتي؟ قلتي رح تحسني شغلك أكتر، حتى المقبلات ما قدرتي توصليهم على الطاولة. طالما أنت مريضة ما رح تحسني تشتغلي، زبطي صحون جديدة يلا. حاضر بأمرك. عن إذنك لحظة. إيه أهلا وسهلا. إيه صحة وهنا. حضرتك أول مرة بتجي لعنا، أنا بكون مبسوط إذا أجيت مرة تانية. شكرا. بالإذن. يلا تفضل جرب الأكل. يا سلام، عن جد طيب. دوقوا. المصانع اللي كان لتعملهم موجودة بالصين بس هلأ صارت بفيتنام أو تايلاند، فلازم تستغل الفرصة. البضايع لازم تجي بأحسن حالة. أي أي ومين بهمه؟ وإذا كنتي ملكة جمال؟ انت عن جد رح تجننيني، ولك دائما بتخليني تعبان ومتوتر. ولك شوفي شو عملتي من لما اجيتي، ليش ما بتروحي من هون بقى؟
ما تواخذني، حاسة حالي مو منيحة اليوم. دائما مو منيحة، ما كان لازم تشتغلي هون من الأساس وبتضلي عم تبكي. تعرفي كم ساعة صرتي مكسرة بهالكم يوم؟ إذا مرضتي فهالشي مو ذنبي، ما تجي تخربي لي شغلي، عم تفهمي؟ لوين سيد مين جونغ؟ أنا آسف، كأنك قسيت عليها. عفوا؟ مبين عليها إنها مرضانة كتير وأنت عم تقسى عليها بالحكي. يا أستاذ أنت مالك عارفان شي بنوب؟ هالبنت هي شكلها بعمرها ما جربت تشتغل شي قبل ما تجي لهون، على طول بتضل عم تبكي وتكسر كل الصحون يلي بالمطبخ، بتخرب كل شي حواليها. هلأ هي كمان مرضانة، ما عندها خبرة بهالمجال. أنت ما تأكل هم، روح كمل أكلك، أنا بعتذر منك. اللي كم صحن كسرت؟ لا ما بيصير، أنت زبون مهم وهالشي مو ذنبك وأنا ما برضى. معلش خود مني، أنا رح أعطيك هلأ أجرة يوم كامل وبترجاك، خليها ترتاح اليوم. ماشي، يسلموا إيديك. هالرجال هو اللي أنقذك، روحي اعملي يلي بدك اياه. حلوة الأخلاق والإنسانية فيك، لهالسبب أنت شخص ناجح ومحبوب. شرفتوا، عيدوها. شكرا. سيد مين جونغ، بتمنى أنك تفكر بحكي منيح. بشوفك مرة تانية. خلص ولا يهمك، بحكي معك بعدين. ايه بالإذن. لو سمحتي رجعي على بيت أهلك. صباك طلعي على حالتك لوين وصلتي. بتعرفي إنه أهلك قلقانين عليكي. ليلي رح ترجعي على البيت ولا لا؟ اللي عم تعملي ما بيفيدك، خلصنا. لا بقى تعملي هيك بحالك. طيب ما اشتقتي لأولادك؟ ما رح أرجع هلا. مين جونغ، ما تقلن عن مكاني إذا بتريد، بترشك. ما فيني أرجع على البيت هلا. أمي شي كتير حلو إنه يأكل الواحد بهدوء بدون ضجة. متخيلة شعورك، ما في أسوأ من هديك العيلة. بس أنا بحبهم. شو صار بهداك الرجال؟ مين؟ اللي بعت الرسائل. شو عرفك؟ شي عادي، أنا بنتبه كتير عمثل هالشغلات هاي. أمي وأنتي لازم تتزوجي كمان، شي حلو الوحدة يكون عندها زوج. أنا كنت دائماً قريبة منك وجنبك، بعد ما تزوجت صرت قلقانة عليكي، متضايقة كتير لأني تركتك ورحت. كيف بدي اجتمع بحدا من عمري؟ مو جاي عبالي اخدم رجال بآخر عمره. مو ضروري، فيك تشوفي حد أصغر منك، ليش لا؟ انسي القصة. هو كبير كتير؟ لا مو كبير كتير، بس خلصت القصة. شو؟ مرته القديمة لساتها بباله. اوه يا ربي، لك شو جاب عباله هالمرة هلأ؟ وأنا شو عرفني؟ من هلأ وطالع لازم كون أنا المرة الوحيدة بحياته وإلا بلاها القصة. إيه مع إنه هو شخص منيح كتير بشكل عام، شو هو الشي الفظيع بإني قابل حدا بنفس عمري؟ بدي أطبخ له وانتبه له واتعامل مع طليقته، ما في شي بشجعني بنوب لحتى فوت بهالعلاقة وكفي فيها. أصلاً ما رح يكون في رومانسية بيناتنا طالما في مواقف مثل هي. وبعدين رح يبين كأنه اطلق هو ومرته بسببي، مو هيك؟ صحيح، ما رحت بعديها من وشك؟ خلصت القصة قبل ما تبلش للأسف. هذا دون. حبي. مرحبا أمي. الفاشل هون؟ ايه ما أنا فاشل، عنده اسم دون وانج الابن. اسمه بيشبه بي عين البسطة. التاجر الكبير دون وانج الابن صار هون. ليش اجيت لهون؟ لا أخذ أميرتي وروح. أميرتك؟ حبي قال إنه أنا أميرته. عن جد هذا الشي ما بيتصدق.
وينه هالأجداب؟ من شوي راح على السوق ليجيب أغراض البيت. ما عم صدق إنه ابني عم بيعمل هيك. لازم روح. من هلأ رايحين؟ خليكن شوي كمان. أمي بدها إياها ترجع، زعلانة كتير لأنه يوندقال مشيت. يوندقال قالت إنه عم بيصير لها مشكلة بمعدتها وبدها تستنى طابور طويل حتى تقدر تفوت على الحمام وما بيصير تطول، وفوقها بضل كل الجلي عليها. كنت عارفاني إنه رح تعملوا فيها هيك، بس بدي أفهم شو هالعيلة. دون بيدير باله علي. لا بقى تخليها نايمة على الأرض، كتير باردة وإنت بتعرف إنه هي حامل، ما بيصير هيك. نحنا ما عدنا عم ننام على الأرض. لكن وين عم بتناموا؟ عن جد إنه بنتي وحدة مجنونة. خد أميرتك وروحوا على البيت. إيه يلا أميرتي. شو هاد؟ عن جد إنك وحدة قليلة العقل. معناها لازم تتزوجي. ناوية تتزوج؟ ألوانها إيه حلوة إيه. كتير مو هيك؟ في منك لما أصف إذا بدك. عجبتك مو عن جد مزوقة. مبروك عليك يا رفيتي، من هلا وطالع صرتي عارضة أزياء الشركة. مين أنا؟ شلون؟ كان بدهم عارضات أزياء وأنا رشحت اسمك معي، وهلا اختارونا اثنيناتنا وصرنا عارضات أزياء للشركة هي. عن جد؟ مو معقول. قليلي في مصاري منيح ولا شو؟ طبعا في مصاري. عن جد؟ وفي مصاري؟ بكره رح اتاخر، في عندي جلسه تصوير. كتير حلو والله، رح تصيري عارضه وبراتب كمان. بكره بيصيروا بيطلبوكي باقي الشركات، وبتصيري انت الوش الجديد لكل الماركات. خلصنا بلا غلاظه. عن جد شي بجنن وحلو. شوفي تصوير. عن جد عم تحكي؟ وين شفتها يا ابني؟ وين هي؟ قلي وين شفتها؟ شفتها بمطعم بالسوق. لا تقلي انه عم تشتغل بمطعم، هي ما بتعرف تطبخ. هي ما عم تطبخ، عم تجلي صحون. كمان هي ما بتعرف تجلي. قالت لي ما اخبركن، بس قلت لحالي لازم تعرفوا. ايه طبعا، خدني لعندها. انت خليكي، انا رايح. ليش لزقانة فيني؟ مو نحن أمير وأميرة لازم نمشي سوا. امشي. بابا جيبي اغراضك وامشي معي. ما فيني ارجع بابا، مو قبل ما يصير معي مصاري لرجع البيت. ما فيك بهالطريقه هي، انت عم توجعينا قلبنا. شو جنيتي؟ كيف بدك يعني اتركك بابا؟ مالي عين ورجي حدا بالبيت وشي، ولا قدراني خليك تشوفني بعد كل شي عملته فيكن. ايه بعرف، ومتأكد انه هالإحساس مو مريح بنوب، بس هيك ما بتحلي شي. لسه في عندك أولاد، كيف بتتركيهم وبتعملي هيك فيهم؟ عم يسألوا عنك. شي ليجي عيد ميلاد ابني جونجي. لهيك رجعي. شو هالوضع هاد؟ بيتنا هلا صغير، بس رجعي. شو ما عملتي بتضلي بنتي. بابا 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 أنا آسفة على كل شيء، سامحني بترشحك.
رجاك تسامحني على كل شيء بابا، سامحني. سامحني بترجاك. سلفتي صباك اجت على البيت. صباك امي. صباك ماما. يا روحي ماما. فوتوا لجوا يلا. ماما خلص حبيبتي خلص. أنا ما كنت بعرف من قبل هلأ أنه عندك عيلة. أبوكي قال لي أنه خانك إذا ما اشتغلتي منيح، لهيك لازم تديري بالك لأنك مقصرة بشغلك، صح؟ إيه؟ لكن لازم تشتغلي على حالك لتكوني أحسن. هاي أول مرة بشوفك عم تضحكي. رح يصير شغلي أحسن لأنه بدي جمع مصاري.